هذا المشروع كتير مفيد، أنا شايفته كتير مفيد بالنسبة للنساء في منطقة الريف الشمالي، خاصة إنه في كتير نساء ما قدروا يكملوا تعليمه، يعني بحاجة كتير لأنه في كتير مفاهيم وأساسيات لازم يكونوا على اطلاع عليها. صرنا شهرين ونص نحضر ورشات في مكتب تنسيق الخدمات، كحضور هيك ورشات يعني مفيد لنا كمستوى معلومات، نرفع من مستوى العلمي والفكري لنا. رأيي بهالجلسات إنه كتير مهمات ومفيدوا كتير بتوعية النساء، وصار لهم كتير تأثير علي وعلى البنات اللي حضروا معي. بتمنى إنه يتطور هالشيء ويصير فيه نسبة أكتر وأكبر، لأنه كتير عم يكون في مواضيع بتفيد بوعي المرأة. بشجع هيك ورشات بوقتنا الحالي بسبب إنه في نساء كتير منقطعات عن الدراسة، حتى يتعرفوا ويفهموا شو عم بيصير حواليهم.